والله اللي حببنا في نادي القادسية ياسر القحطاني. طيب كيف شايف القادسية الحين وكيف شايف الفريق السنة هذه؟ شوف طموح القادسية هالسنة إن شاء الله الرابع الثالث، الأول صعب لأنه جاء من دوري يلو. طلع حب القادسية أول شيء، والقادسية فريق كبير والكل يحب يشجعه، عنده لاعبين وصح وطالع من دوري يلو وباللاعبين وهذا خلى الشعب كله يشجعه، وعشان كذا قلنا طموحنا أعلى إن شاء الله، عشان كذا لازم الواحد يشجع ويحبه، وحنا مهل الخبر نستاهل نشجع القادسية، يعني عيب عليك أصلا ما تشجع القادسية وأنت مهل الخبر. متى أنت بديت تشجع نادي القادسية؟ وكيف يعني على قولتهم بدايات تشجيعك نادي القادسية؟ والله أول شيء الله يبارك فيك، ثاني شيء الأمانة كن صدق، يعني القادسية من الموسم اللي راح حنا مساندينه معه، وأتمنى من الناس اللي ما جت المباريات اللي راحت تحضر المباراة، يعني هو حنا من هالخبر وغصبا علينا يعني وإجبار إن نساند القادسية، يعني خبرنا ما نرضى عليه. أنا من تقريبا 1405 متابع القادسية، والوالد قدساوي، يقول الحمد لله العائلة كلها قدساوية. وش أبرز ذكرياتك مع نادي؟ أبرز ذكرياتي الآسيوية، في عندك الكابتن ياسر القحطاني من القادسية طالع، عندك الكابتن ياسر الشهراني، عندك عبد الرحمن القحطاني، نجوم، أبرز نجوم للدوري السعودي القادسية. ولكن أنا ودي أنك توجه رسالة مثلا للشباب الخبر، للشباب الموجودين اللي ما يجون يحضرون ويساندون نادي القادسية، نادي مثل هذا النادي المتطور المحترف. القادسية كبير بجمهوره، والجمهور هو الرقم الأول، إذا كان الجمهور متواجد أعرف أن القادسية إن شاء الله بإذن الله راح يكون في المراكز الأولى، ممكن يحقق الأول الثاني الثالث. احنا شرقويه، احنا نحب الانديه الشرقيه جميع، سواء فاز او ما فاز احنا شرقويه شرقويه بس. نعم حظ. وش تقول للشباب الصغيرين اللي ما يحضرون للقادسيه؟ اللي ما يحضر اصلا مباراه القادسيه اليوم يفوت نص عمره. والله القادسيه نادي معروف، والمعروف لا يعرف، يعني ما يحتاج، يعني القادسيه من الانديه الكبيره والثقيله في الشرقيه، ومن معروف يعني أسويا ومحليا، وما شاء الله نادي يعني، وطلع حتى لعيبه للمنتخب يعني، فالحمد لله نادي، وقاعد يصدر حتى للدوري السعودي لعيب يعني. والله رسالتي لهم صراحة عتب شديد يعني، صراحة ناديهم الحين إن شاء الله في الدوري يلو، ونقدم مباريات حلوة ولعيبة ثقال، وما شاء الله، فأتمنى منهم إنهم يلتفون على ناديهم يعني.